مباشرة لعندك توني سيبا. مساء الخير. مساء الخير، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف أنه استوديو سيبا شهير وكتار من الفنانين بيسجلوا عندك، واليوم كمان النجم عاصل حلاني رح بيكون موجود وعم بيسجل الأغنية الجديدة. شو هي الأغنية اللي رح بيسجلها عاصل ليلى؟ أول شيء بصور إليك ولا ضيوفك ولا كل الموجودين وكل المشاهدين. فارس الغناء العربي عم نحضر ألبوم جديد نحن وياه مثل كل سنة. موعده اليوم تيسجل صوت على غنية من أغاني الألبوم الجديد. شو بتحمل هالغنية؟ عنوان شو اسمه؟ هلا هو بخبركم عنها. هو بخبرنا بس خبرك شوي إنه لونا إيه. هلا هو بخبركم عنها، بخبركم عن اسمها، بس بخبرك انه الغنيه من لون البلدي وكثير حلوه. وكثير حلوه مثل اغنياته، ما خبرتنا شيء جديد يعني اذا كثير حلوه. ما هي؟ لا طبعا حلوه. دائما كل اغانيه حلوه. دائما صح، مثل كل سنه مثل ما معودكم الفنان عاصي الحلاني يقدم لكم اغاني جديده وتكون حلوه، كمان السنه محضر شيء بالبلدي كمان جديد وكثير حلو. اي ساعه تقريبا رح بيكون متواجد عاصي بالاستوديو؟ يعني مفروض هلا بعد شوي يكون واصل، والفنان عاصي دقيق كثير بمواعيده. ونحن رح نكون يعني دقيقين كمان. اول ما يكون معنا الاستاذ وديع الصافي رح نكون كمان عاصي صار موجود، بنعمل الاتصال مباشر ما بين الاثنين بالصوت وبالصوره. توني سيبا، شوي استوديو مين عم بيزوره من الفنانين هالايام؟ مين عم بيسجل عندك؟ بصراحه كثير يعني، هلا اخر شيء فارس الغناء عاصي الحلاني، مؤخرا خلصنا نزلنا مثل ما سمعتي البوم سلطان طرب ابو وديع جورج وصور. نعم. وعنا عم نحضر شيء للموسيقار ملحم بركات جديد، وعندي كثير يعني اذا فتنا بالاسامي مشكله، كلهم حبايبي واصحابي وراح انسى. فكل الكبار موجودين بالاستوديو عم بيسجلوا، في اسماء جديده، هل بتتبنى اصوات جديده كمان تكون انت الدعم لهم توني؟ انا ما بتبنى اصوات، انا بشتغل مع الفنان وخصوصا الجداد. بتعرفي الكبار النجوم عندهم خبره، بس الجداد بنحاول نساعدهم وندلهم على الطريق من ناحيه الغنيه، انه اي غنيه بتلبق لك، اي غنيه بتلبق لصوتك مفروض تغنيها. نعم، لأنك كمان حضرتك مهندس صوت. توني سيبا أكيد النجم عاصل حلاني مثل ما قلت لنا هو دقيق بمواعيده، ونحن بانتظاره لما يتواجد عندك بالاستوديو، يعني حوالي الساعة 11 بنكون باتصال مباشر من استوديو توني سيبا واستوديو عيون بيروت، فرح يكون لنا رجعة خلال السهرة لعندكم. إلى اللقاء بالوقت الحالي. ميرسي كثير لكم. ميرسي.